معانا النهاردة من معرض ايما شوب، هنقدم لك العجلة الموجهة، العجلة المميزة جدا بشكلها المميز وسعرها الاقتصادي لأطفالنا الحلوين. تعالوا نشوف مواصفاتها. أولا هي عجلة موجهة زي ما حضراتكم شايفين، يقدر للأب أو الأم تتحكم في طفلها زي ما حضراتكم شايفين كده. عجل مولات، عجل لأطفالنا البيبيهات الصغيرين، وكمان سبت خلف تقدر تحط فيه احتياجات الأطفال، وكمان زي ما حضراتكم شايفين حزام امان علشان لو خايفين على طفلنا الجميل، وثبت امامي برضو لو هو حابب يحط اي حاجه، وممكن يتحكم كمان في الدريكسيون اول ما يكبر يبدا يتحكم كانها عجله تمام، وهو صغير يقدر يحط رجله هنا علشان يبقى سهله ليه. عجل مميز جدا زي ما حضراتكم شايفين، عجل مط. معرض هيما شوب بيقدم لك كل جديد في عالم الألعاب.